اوه الجيش مليان كله، يا ويلي انا حقاتلهم، هم حيقتلوني. 1 2 3 4 صار 160. السلام عليكم وهلا بالجميع، واليوم رح نلعب لعبة جي تي اي اندر جراوند. مثل ما وعدتكم رح اسوي فيديوهات عنها وان شاء الله يعجبكم. اما نبلش الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. فلنبدأ. مثل ما شرحتلكم عن القصة الاولى، انه هذا ارول لوركول يعيش في الجبال مع ركبي الدراجة، وهي اول مرحلة. مشهد سينمائي، لا احد يهتم. هاي بلشت اول مهمة. شو رايك بالانتحار؟ على الجبل. 3 2 1 باي باي. ليه؟ والله حاول نروح على المكان اللي اعطانا اياه الاشارة الموجودة بالخريطة. لقد وصلنا الان. مشهد سينمائي، لا احد يهتم. وهون راح يتم الاشتباك مع رجال المخدرات. خذ هاي، خذ هاي، ابلع ابلع. هي شغلانة بقى. والان راح نكسر الباب لندخل جوا. والله هون كسرنا الباب ودخلنا. كسرنا هيك الباب ودخلنا وبعدين. لا حدا يهتم بالمشاهد السينمائية. وهي هيك نلحق حدا. سيبانجا، سيبانجا. خلاص حالي بدي اخبط هلا. اخبط. $0 بس؟ ما اخذتنا اضراب واشتباكات وصفر دولار؟ احلى صاحب المودة ده يمكن فقير ده. وانا كمان حاجة عن اشارة الاستفهام. وصلنا الله. الله اختفى الموتور. يا رجل ما حدا بيحب الفيلم السينمائي. هاي هون مثل ما حكيت لكم بالقصة انه بده يعملوا حد من انتشار المخدرات والعصابات، فهون راح يعتبروا طيارة ليقدروا يهربوا من مدينة لوس سانتوس الى مدينة ليبر سيتي، يعني بجديد الجزء الثالث.
مشهد سينمائي؟ لا حبيته. والله تعال ندخل له ناخذ الزلمه، بس تعال ناخذه من ورا ندخلهم هيك نغدر فيهم شوي. بس طلع وجعه بركض مثل الرجل الالي. اوه الجيش مليان كله، يا ويلي انا حقاتلهم، هم حيقاتلوني. واحد اثنين ثلاثة اربعة صار دمي 60، بس يلا ماتوا بسرعة. هذا شات يمكن صامت او المدمل اصوات. اركب انا اروح على الطيارة عشان اروح على نيوبر سيتي. وصلنا والله رايحين على نيوبر سيتي. مدام يا لوس سانتوس، سنرجع إليك قريبا. والله وصلنا على ليبر سيتي. مثل ما شرحت لكم بالقصة انه دا يطلعوا من لوس سانتوس الى ليبر سيتي، يعني جديد الثالث. والله كل واحد دا يروح مكان سبيله حاليا مشان يقدروا يوفوا الديون اللي عندهم. شوفوا شلون طيارة هيك عم بتروح من كأنه سكرانة. أخذنا 10 ليرات، يعني وفينا حق الدين من المخدرات. والله راح أنهي الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو ونشوفكم بحلقة جاية.